غضب يسود بين أهالي منطقة سيناء بعدما قررت إسرائيل تغيير اسم معبر طاب الحدودي بين مصر وإسرائيل لاسم معبر بيغن لإحياء ذكرى رئيس وزرائها الراحل مناحم بيغن. أي فرد من هذه الأرض الطيبة لا 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 يستطيع أن يرى الجندي الإسرائيلي أو الإسرائيليين ينتهكوا هذه الحدود وهذه الحرمات. طبعا الناس بتنادي بتسمية الجانب الآخر من المعبر، إذا كان إسرائيل هتسمي الجانب بتاعها باسم مناحم بيغن وهو أحد قادة الهاجناء أو العصابات اللي كانت بتقتل الأطفال ونساء العرب والمسلمين والمسيحيين وكل من قال أنا عربي كانوا بيقتلوه في فلسطين. فالناس هنا بتنادي بتسمية الجانب الآخر من المعبر باسم البطل الشهيد سليمان خاطر. ما تحدثنا عنه في حملتنا هو الاستفزاز الصهيوني المتغطرس الذي حاول وقام بتسمية معبر طابة إلى الصهيوني مناحم بيغن، ونحن نرد عليه بأننا نطالب بتحويل معبر طابة إلى معبر الشهيد سليمان خاطر طابة سابقا. نرفض تسميته بأي اسم بغير سليمان خاطر اللي شرف مصر كلها بقتل الجنود الإسرائيليين. احنا لما قلنا سليمان خاطر، سليمان خاطر ده رمز للشعب المصري، سليمان خاطر بطل، لازم نزرع ده في أولادنا. سليمان خاطر كان بيدافع عن حدودنا، سليمان خاطر أحد أبطال وهو رمز لكل شهداء مصر. سليمان خاطر عمل زي محمد الدرة في فلسطين، سليمان خاطر برضو رمز لكل الشهداء حتى اللي بيموتوا عشان خاطر سينا دلوقتي. يذكر أنه في عام 1988 أقرت محكمة العدل الدولية ملكية طابة لمصر وأنها تعد داخل حدود الأراضي المصرية. أطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن شعب سيناء والشعب المصري كله نحن نسمي معبر طابة من الجانب المصري بمعبر الشهيد سليمان خاطر. ده يعني على الأقل تعزية لنا، يعني سليمان خاطر اسم أكيد حيحاول يعزينا ويعزي كل قرية وكل عائلات جمهورية مصر العربية في أبنائهم اللي سالت دمائهم على أرض سيناء المباركة.